السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا أستاذ لايف. في هذا الفيديو سأنجز الجزء الثاني من تصحيح نموذج الفرض الأول لمادة الرياضيات للسنة الثالثة إعدادي دولي. إذا كنت أنجزت الجزء الأول، لكي لا يطول الفيديو بطبيعة الحال قسمت هذا الفرض على عدة فيديوهات، والآن سوف ننجز الفرض الثاني. إذا يمكن الاستفادة كذلك بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي خيار يعني عربية أو عام. إذا توقفنا في السؤال الثاني، résoudre les équations suivantes puis représenter les solutions sur une droite graduée. إذا السؤال حل المتراجحات، les équations باللغة العربية المتراجحات، يعني ماشي تساوي كما المعادلات، ومثل الحلول على يعني مستقيم مدرج. إذا نبدأ بهذه المتراجحة أو l'équation ونشوفه من بعد هذه كذلك. إذن 7x moins 1 est inférieur ou égal 8 moins 3x. إذن سوف نقوم بتحويل الحدود التي يمكن حسابها بنفس الشكل اللي قمنا به في المعادلات، بمعنى مثلا 3x ناقص 3x يمكن حسابها مع 7x، سوف نحولها إلى هذا الطرف، ثم ناقص واحد نحوله كذلك للطرف الثاني. إذن 7x، إذن ناقص 3x غادي تولي تصبح زائد 3x، inferior أو إيكال 8 موانزا قلنا نحولها للجهة الأخرى وغادي تولي بليس 1. إذن هنا يمكننا الحساب بطبيعة الحال 7x زائد 3x هي 10x أصغر من 8 زائد 1 اللي هو 9، ثم on divise par 10 les deux parts de l'équation. إذا نقسمو على 10 طرفي هاد المتراجحة. إذا 10 إكس مقسومة على 10، وكذلك هنا نقسمو 9 على 10. إذا هنا on simplifie par 10، اختزلوا بعشرة ونجد x أصغر من أو تساوي 9 على 10. إذن الحلول كلهم من أصغر من 9 على 10، هذو كلهم حلول نخليهم من بعد حتى باش نمثلوا الحلول في مستقيم مدرج، نخليوها من بعد. نديروا المتراجحة الثانية أو لينيكواسيون نيميرو 2، x moins 1 sur 5 moins x plus 1 sur 3 supérieur strictement sur 4 كبر قطعا من 15 من 4 على 15. إذن في هذه الحالة هذه غادي نتخلصوا من هذا المقام، لي دينوميناتور نتخلصوا منهم كاملين ونحلوا المتراجحه بنفس الشكل ديال المتراجحه الاولى. يمكننا اننا نوحد المقام هنا ثم من بعد نتخلصوا من المقام دفعه واحده، ولكن انا عندي طريقه اخرى. غادي نضربوا هنا في 3 في 5 في 15 باش تحيد من هنا، ومن هنا تحيد 5 وتحيد 3. اذا غادي نضربوا 3 في 5 بيان سير إكس موان زان سير سانك موان تلاتة فوا سانك إكس بليس أن سير تروا سيبيريور وإيكالا تلاتة فوا سانك فوا 4 سير 15. يمكن لكم ديروا مثلا ضربوا في الاول غير في 3 باش تحيدوا هذه من هنا وتوليوا تضربوا في 5. انا ضربت مره واحده. اذا هنا باش غادي نسامبليفيو، دونك نسامبليفي بار 5، اختزلوا هنا ب 5 وهنا نختزلوا ب 3، وهنا 3 في 5 هي 15، غادي نختزلوا بهم بجوج 15 15. اذا شنو بقى لنا هنا؟ 3 x ناقص 1
3 فاكتور دو اكس موان ز. هنا بقات لنا 5 ناقص 5 ناقص 5 فاكتور دو اكس بليس 1 و سيبيريور ا 4. بقات غير 4 هنا لان هذه 15 وهذه 15 اختزلنا بها. دونك هنا اون فا ديفلوبي لي دو اكسبريسيون هذا وهذا. 3 اكس ناقص 3 ناقص 5 اكس ناقص 5 اكبر من قطعا 4. دونك هنا غادي احنا حصلنا على انيكواسيون اللي ديجا كنعرفو نحلوها بحال هادي. غادي نحسبو 3 اكس مع موان 5 اكس موان 3 موان 5 غادي نحولوها للجهه الاخرى. دونك نحسبو هادو بعدا. 3 اكس ناقص 5 اكس هي موان 2 اكس موان 2 اكس موان 3 موان 5 هي موان 8 سيبيريور ا 4. دابا نحولو هادي الجهه الاخرى. موان 2 اكس سيبيريور ا 4 بليس 8. لحقاش ردينا هاد الجهه الاخرى غادي تبدل الاشاره ديالها. اذا هنا نقدر ندير هنا باش نستغل لي سباس موان 2 اكس سيبيريور ا 12. ودابا غادي نقسم على ناقص 2. دونك شنو غادي يوقع الا قسمت على ناقص جوج؟ تقلب هاد تولي اصغر من لان ضربنا او ضربنا في واحد العدد اللي هو سالب. دونك موان 2 اكس سير موان 2 انفيريور ستريكتومون 12 سير موان 2. اذا هنا اون سامبليفي بار موان 2 il nous reste x. X est inférieur à 12, 12 sur 2, donc 6. Ok, il y en a moins, donc moins 6. هذا هو الحل ديال هاد لينيكواسيون. اذا نعاود هنايا بانه فاش كنضربو في عدد سالب كتقلب المتراجعه. كانت اكبر من تولي اصغر من كانت اصغر من تولي اكبر من. اي مانتونو اون فا ريبريزونتي لي سوليسيون سير ان دروات غرادي. دونك هذا 60 دروات باغ اكزومبل قلنا اي سي 0 1 2 اكسيتيرا 3 اكسيتيرا موان 1 موان 2 موان 3 اكسيتيرا. دونك موان 6 دونك moins 4, moins 5, moins 6. Et donc, ici, dans cette situation, il y a le mutarajih الثاني, x est plus grand que 6. Donc, ici, c'est le solution. Et x est plus grand que 6, c'est plus 7, plus 8, donc elle est considérée comme la solution. On va voir ici, plus grand ou plus grand que 9 على 9 على 10. إذا خصنا نحسبو بعدا هاد 9 على 10 نعرفوها شحال تجي. دونك 0.9 قريبة لواحد بطبيعة الحال. إذا فنمشيو لواحد ها هو واحد هنا. إذا 0.9 غادي تكون هنا. ودابا نعلمو الحلول اللي صغر من هاد 0.9 نديرو كولور واحد اخر. اذا هادو كلهم كيتعتبروا حلول هاهم في الحاله الثانيه لان صغر من 0.9 فكلهم حلول. دونك اون باس ا لا كيسيون نيميرو 3 كي ريبريزونت ان بروبليم يعني مساله. الوغ اون لي لو بروبليم ان بير ا ديستريبيي 71 درهم ا سي 3 فيس لا بار دي دوزيام فيس ايتي لو دوبل دو لا première part de son frère. La part du troisième fils dépasse celle du deuxième de 10 dirhams. Quelle est la part de chacun des trois enfants justifiés? Il y a un père qui a 71 dirhams, 3 enfants. Il y a un père qui a 71 dirhams. Il y a un père qui a la part du deuxième, qui a le double de la part du deuxième. نتاع خوه يعني هاد الثاني
دا دوبل ديال داكشي اللي دا الاول. اما الثالث ف فايت الدوزيام اكثر من الدوزيام ب10 ديال الدراهم. اذا خصنا اول شيء شوا دو لانكوني. اول حاجه كنديروها شوا اختيار مجهول. شوا دو لانكوني اذا اختيار مجهول باللغه العربيه. اذا اولا بار حنا غادي نقلبوا على لي بار بطبيعه الحال. بار دي برومي ولا لو برومي بار برومي بار ونكري برومي برومي بار اون نوت اكس نختاروا هو اكس دوزيام دوزيام بار. شنو قلنا على دوزيام بار؟ ديباس لا بروميير بار او بيان سي لو دوبل دو لا بروميير بار. دونك هو الدوبل ديالو. اذن اكس في جوج اللي هي جوج اكس. مثلا الا كان هذا خد 4 دراهم في جوج غادي تولي 8 ديال الدراهم. هذا هو الدوبل. كاين الدوبل كاين التريبل. هنا تخوازيام بار troisième troisième part اللي هو dépasse la deuxième part par 10 dirhams. Donc هو 2x plus 10 dirhams اكثر منه ب 10 ديال الدراهم. اذا لا سوم بطبيعه الحال لا سوم est égal à la somme des parts de 3 par égal à n dirham. Et donc on écrit x plus 2x plus 2x plus 10 est égal à 71 درهم. alors on calcule les x la somme des x نحسبوا هذه المجموعة ديال لي زيكس 4x 5x 5x plus 10 كتساوي 71. اذا وهذه معادلة كنعرفوا نحلوها. دونك 5x كتساوي 71 ناقص 10 5x كتساوي 61 و اكس بيان سير كتساوي 61 على 5 اللي كتجي هي 12.2. هذا الحل. يعني اكس كتساوي 12.2. لقينا اكس لا بار الاولى غادي نلقاو الدوزيام بار نلقاو. دونك هنايا غادي نكتبو 12.2 درهم. هنا 2 اكس غادي تساوي 24.4 درهم. وهنا غادي تساوي 24 زيد عليها 10 34.4 درهم. الا درنا المجموع بيان سير غادي نلقاو 71. ضروري ندير لا فيريفيكاسيون المجموع غادي يكون هو 71. دونك اون باس او اكزيرسيس نيميرو 2 مونتري كو x moins 1 facteur de x moins 3 est égal à ça et résoudre l'équation suivante. Donc là on va faire le développement. Déjà درت هذه القاعده a plus b facteur هي القاعده facteur de c plus d. Voyez donc on va multiplier a par c, a par d et b par c, b par d. Donc à dire que ça oui a c plus a d plus b c plus b adawa al nashr. Donc هنايا كنحتارم الاشارات. هنا عندنا اشارات موجبه ولكن
يمكن يكونوا اشارات سالبه ونحترمهم. اذا هادشي اللي غادي نديرو في هذا الطرف هذا ونحولوه لهذا الطرف اللي من هنا. اذا غادي نبداو من جهه، ملي نقول لك مونطري دائما تبدا من جهه وتبين جهه، تبدا من هنا وتبين هذه او تبدا من هنا وتبين الاخرى. اذا اكس موان زان فاكتور دو اكس موان 3 ايتيغالا، نطبقوا القاعده اللي كتبنا هنا اكس فوا اكس، نكتبها هكا عاد من بعد نحسبوا اكس فوا موان 3 سيتادير موان 3 فوا اكس. غنمشي لموان زان، موان زان فوا اكس، موان زان فوا اكس، موان زان فوا موان 3 موان زان فوا موان زان موان 3 نديرها بين قوسين. عاد دابا نحسب اكس في اكس اكس على بويسونس 2 موان 3 اكس موان اكس، واحد في اكس هو اكس والموان موان اكس، وهنا موان زان فوا موان 3 دونك الموان مع الموان تولي بليس، و ان في 3 هو 3 زائد 3. شنو كيبقى لي نحسب هادي موان 3 اكس موان اكس اللي هي مباشرة اكس اس 2 موان 4 اكس بليس 3. اذا نشوفوا المعادلة هادي كانت الاولى وهنا الثانية. ريزود ليكواسيون دونك هادي فوايي هادي سيتي ليكواسيون دو دوغري 2، هادي معادلة من الدرجة الثانية مجهول واحد اللي هو اكس، مجهول غير واحد. كاين معادلات من بعد غادي تشوفوهم اللي فيهم مجهولين. اذا هنا اكس ا لا بويسونس 2 موان 4 اكس بليس 4 ايتيغالا 1. اول حاجة غادي نديروها في هاد المعادلة هادي غادي نعملو هاد الطرف هذا، نشوفو على انه كيتكتب على شكل متطابقة هامة اللي هي كتعرفوها ايدونتيتي روماركابل اللي كنعرفوها ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2. وهنا نكتبها، هنا نكتبها على شكلها اكس اس 2 ناقص 2 في 2 في اكس 4، كتبتها 2 في 2 زائد 2 اس 2 اللي هي 4. ودابا راه بانت لنا الا هي اكس والبي هي 2 وغادي نعملها تساوي اكس، هنا كاين الناقص دونك غادي ندير ناقص باردون هنايا ناقص اكس ناقص 2 يو 2 وكاري. اذا هذه انا خدمتها هنايا هي اكس ناقص 2 وكاري. انت تكتبها، انا غير كتبتها حنا حدا المتطابقه الهامه باش تفهموها، ما انت تكتبها هنا باش تعرف تبين بانك عرفت تعملها تساوي 1. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو هاد الواحد للطرف الاخر اكس ناقص 2 اس 2 موان زان ايتيغالا 0. وهنا غادي نستعملو المتطابقه الهامه رقم 3 اللي كتقول بان ا اوكاري ناقص بي اوكاري كتساوي ا ناقص بي فاكتور دو ا بليس بي. اذا هنا هنا واحد راه هو واحد اس 2، اذا باش نفهمو اكس ناقص 2 اس 2 ناقص واحد اس 2 تساوي صفر. هذه هي ال ا وهذه هي البي. نكمل هنا. اذا غادي تجينا اكس ناقص 2 هذه هي ال ا، عاد ندير ناقص بي ناقص واحد فاكتور دو اكس ناقص 2 هذه هي ال ا بليس 1 وكل شيء يساوي صفر. ما كتبانش هذه تساوي صفر دونك راه انا كتبتها هنا كل شيء يساوي صفر. اذا نحسب دابا، نحسبوا هذه اكس ناقص 2 ناقص 1 اللي غادي تولي اكس ناقص 3 عامل او فاكتور 2 ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1 دونك اكس ناقص 1 وكتساوي 0. اذا هنا جداء عددين يساوي 0، اذا واحد فيهم يساوي 0 او جوج بهم يساوي 0 دونك اون اكري اكس موان 3 ايتيغالا 0 و
اكس موان زان ايتيغالا زيرو، تكونو تصادفتو بهاد العمليات بحال هاكا. دونك اكس ايتيغالا تخوا و اكس ايتيغالا ان، هاد المعادلة عندها حلين اللي هما اكس كتساوي تلاتة و اكس كتساوي واحد. إلا بغيتو نتحققو ممكن يمكننا نتحققو هنا أو هنا. مثلا نتحققو هنا، فمثلا خدينا الحل ديال واحد، من واحد أو كاري غادي تبقى واحد ناقص ربعة زائد ربعة، ونشوف واش كتساوي واحد ولا لا. إذا كتساوي واحد لأن ناقص ربعة زائد ربعة واحد كتساوي واحد، دونك صحيحة. نشوفو الحل ديال إكس تساوي تلاتة، إذا تلاتة أو كاري غادي تساوي تسعة، تلاتة أو كاري تساوي تسعة ناقص ربعة في تلاتة ناقص 12 زائد ربعة، ونشوفوها واش تساوي واحد ولا لا. إذا فقط كيبغينا غير نحسبو، إذا تسعة زائد ربعة كتساوي 13 ناقص 12 اللي هي بطبيعة الحال واحد. إذا فهاد المعادلة تقبل حلين. دائما التحقق أو لا فيريفيكاسيون كيمكنك باش تفهم واش الحلول صحيحة، لأن ممكن تكون غلطت في إشارة وخرجوا لك حلول اللي هي خاطئة. إذا نتوقف في هذا التمرين حتى لا يطول الفيديو، ونلتقي في فيديو قادم نكمل فيه ما تبقى من تمارين في هذا الفرض، وكذلك ربما يمكن أن أنجز نماذج أخرى لفروض أخرى. إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس لتوصل بجديد فيديوهاتنا، كما لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.